المشهد اللي حصل امبارح بيدل على شيء واحد، ان قد ايه مصر تأقزمت تأقزمت بشكل مرعب ويجعل الدمعة تفر من عينك، صدق ولا ما تصدقش، وان وهي مستنية لاعب كورة يجي يزورها وياخد فلوس منها بالملايين عاش كده، ويقول لك ده ترويج للسياحة في راجل ما قابلش البشر، ما قابلش البشر، مفيش اي حاجه. تخيل حضرتك ميسي مفيش اي حوار بينه وبين انسان طبيعي الا انا بتكلم على راجل نزل سوق، نزل حاجه مش عايز اقول لكم المغرب الشقيقه والغاليه عندنا مثلا، رونالدو اللي بيروح لها كل اسبوعين بيصرف فيها ملايين ويمشي بيروح السوق ويعمل وقصه وروايه عادي يعني.